بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. صدق الله العظيم.